سمعتيني نجي نقول حدكم حيت تبنى وتعاودي الصباغه البيضاء وتمسحي هذا الشيء اللي قلنا ديك البارحه غسلت وانا صباغه واحد 70 يا جوره حمراء وكمل لك الحيط ولكن راه خاصو يطيح حدا قال لي داك اللي شفت كله خاصو يتعاود كامل بعدا وتحيدات شي في الزقول بارك داكشي لا 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 مشاهدينا الكرام الله يحد الباس والله يكون معهم صراحة هادشي كيألم وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى أنه يفرج على هاد الناس في هاد العواشر هادي يعني حنا على أبواب استقبال عيد الأضحى باش تعرف أن القدر والقضاء والقدر بلا ما بنادم يبقى يقول غندير وغنفعل وغنترك وبنادم تيسحب راسو ما عاد فين وصل راه إلا بغى لك الله واحد الحاجة فرمشت عين تلقاها بحياتك رأسا على عقب الانسان ديما يقول ان شاء الله هاد الناس كما قلت لكم وقفت لهم الحسنات وقفت لهم رضات الوالدين هي اللي وقفت لهم في الطريق لان لولا الله سبحانه وتعالى ولولا الحسنات اللي كيدير الانسان لكان غادي يكون لهم واحد المصير كان كلشي غيتفحم هاد الموبل كان كله غيمشي ما غيبقى فيه حتى شي واحد حي وحتى شي واحد صحيح راه شفتوا الهول ديال العافيه راه تفرقع حيط راه لو كان نعس هنا شي واحد ما غاديش تسمعوا الحيوطه باقي كيطرطقوا كلشي باقي كيطيح كلشي باقي راه باقي دابا كيطرطقوا الحيوط راكم في الخطر لاله حنا مع ثلاثه الليل كنا ناعسين حتى كيبان لينا العافيه شاعله في الباب ديالنا تاع الدار والسقف تاع الدار هكا دخلت العافيه شعلت لينا حتى انا شعلت لينا في الدار وبدا كيطرطق هذا الناس سمعتوا الغوات ولا شمتي لا انا اللي غوت انا اللي بقيت كنغوت مع شويه ديابيتيك فيا السكر تيبقى فايقه بعدا لا هكذا شويه شويه البارح الانسان كيقرا القران كيف اللي تعرف كيفاش حسيتي بالعافيه؟ لا صافي بانت لينا بانت وراجلي بدا مشينا كنجيبوا الماء وكنكبوا معاهم ساكن ولكن حنا اللي خفنا منه بزاف هي العافيه ما بقاش عندنا الطريق فين ندوزو الناس ساكنه في السانكيام زعما صعيبه باش ندوز صافي اضطرينا ولينا كنشاهدوا صافي ما عندكش فين فين غادا تزيدي اللهم لك الحمد الحمد لله الله يطول في عمرك الحمد لله الله يكبر بك الله يكبر بك شو لقيتو ديك الكلمه قدر الله الحمد لله رب العالمين هادشي اللي غادي ما عرفتوش الحدود الساعه مناش لا ما عرفناش مناش ما عرفناش ودابا مهددين راه ينفوا هذيك الطيح كامله راه خصك انت تشوفي فين بقيتي كتقلبي على وليداتك على القطه ديالك ولدي ولدي مسكين اللي ما عرفتو واش شرس من يديه مع زلق بالخلع شحال من مره والحمد لله درنا في يد الله وخرجنا تحرقنا ولا بقينا خرجنا ولكن اللي بقى فينا هي الجاره ديالنا مسكينه مراه كبيره في السن ما قدرتش مازال تهبط ما قدرتش يعني يكون وقعت شي حاجه ما عندكمش كيديروا لها تبقى مسكينه تما تتشعل فيها الله يستر صافي بقات حنا غامرنا تحرقوا لينا مثلا غير توقف غير حدا الشرجم راه الحوايج غتشوفيهم في الدروج الا كنتي هابطه الحوايج اللي كنا لابسين وداك الشيء تحرقوا ولكن الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد باش خاصك تخرجي ما كاين صافي الباب راه تسد شوفي الحيط كنتمنى يدير عليه زومي عليه يعني راه ماشي هذاك لا لا الفرق اللي بينه وبين الناس هذاك كي خلينا الباب طاح بابه ما عفيتوش شد نفس الخلع ديال الزلزال ما اكثر لا زلزال كتقولي شويه هذا اكثر صافي ما بقاش عندك فين دوزي حبساتك العافيه ما عندكش فين دوزي الحمد لله رب العالمين دابا انتم جا الخبير شاف هذا الحيط جا واحد السيد مع الناس ديال السلطه وما عرفناش دابا غادي داروا ان بي في الناس لي بومبي داروا البي في دابا كنتسناو لحقاش خاص يشوفوا واش غيديروا خاص يشوفوا واش الدار قال لنا دابا مهدده بانها تطيح كامله راه كاين راه مازال دابا كطرطق راه حنا واقفين في الريسك راه سورتو هذيك الضاله الفوقانيه الناس الفوقانيين ما ساكن حتى واحد الفوق لا كاينه يلا خرج واحد ليكيب ناسيونال ديال الفيمينين خرج دابا كانوا كارين غوزمون خرجوا البارح الحمد لله كيجيو هنايا والتحتانيه تاهي راه مهدده لا التحتانيه كيقطر عليها المال صافي راه الماء دار تحتي الا دخلتي وانتم انتم راه مهددين في اي لحظه هذا الشيء راه يقدر صافي راه باين راه دابا كنهضروا معاكم وكيطيحوا سمعتيهم انت شتيهم وسمعتيهم حنا تنتمناو من السلطات حنا عارفين ان كتكون خساره معنويه ماديه ومعنويه النفسيه ديالك راه ضرات هي جوستومون حتى دابا تقدر تدخل في الماديه الحمد لله رب العالمين راه كاينه خساره ماديه لهاد الناس حنا تنعرفوا ان كيكون واحد الصندوق ديال الازمات ديال الكوارث ديال السلطات اللي ممكن انها تدخل باش يصلحوا لهاد الناس لان
الناس راه ما خصهمش يبقاو هكا راه بحال باركين في الزنقه دابا. راه في اي لحظه يقدر يطلع شي واحد يدخل عليهم. دابا خصك تحيدي بويسكو صافي في زق هذا ما خصكش. واش راك دخان اش بقى عندك ما لا صافي الا فازك هو ضروري. حنا الحمد لله غير ما كانتش خسائر بشريه. هذا هو اللي شاد الصوت الحمد لله على برا هذا الصوت. يمكن على برا. الحمد لله الوقايه المدنيه جاوا داروا خدمه ديال لا جاوا الصراحه جاوا. كان واحد الفرق ديال تقريبا هي شي ساعه صراحه ساعه تاكل ما تاكل من العافيه صراحه. العافيه راه يعني كانت تنتشر بواحد السرعه. وخا شفنا الديور والله ما بقيناش شفنا هذا الشيء. الرزاق الله سبحانه وتعالى غير بغينا غير نخرجوا. انا بعدا انا شعرت بالضعف. انا كنعتبر راسي بحال يلاه تولدت لا انا ولا الفاميله ديالي. على سلامتكم الله يسلمكم. على سلامتكم على سلامتكم الشريف. والله يجعل لكم اخر الاحزان يا ربي. وهاد الناس هاد العروسه والعريس مساك اللي حديثي لهاد بالزواج حتى هما يلاه يعوض عليهم. هاد الشيء اللي كتب لهم الله سبحانه وتعالى ما عند واحد ما يدير الا ان يقول الحمد لله. ومره اخرى كنتمناو من السلطات والمسؤولين هنا بمدينه الدار البيضاء منطقه المعارف انهم يجيو عند الناس ويشوفوا اشنو ممكن يصلحوا قبل ما تولي شي كارثه اخرى. حيت دابا الناس راه بحال باركين في العراء. راه ممكن اي واحد يطلع جاتنا مع ويدخل داك الدار الاضحى. فين غتعيدي دابا؟ ونمشي لدار عقوستي. وبعد الحمد لله الانسان بعدا عنده فين كنتي معوله هما يجيو يعيدوا معاك؟ لا لا كنعيدوا غتمشي تعيدوا. والحمد لله على لطف الله. الحمد لله وعواش المبروكه فهاد اليوم المبارك والكبير عند الله سبحانه وتعالى. الله يكبر بيك وتنتي الله يوقف معاك كما كتوقفي معاك ديالي يا اخوان. وان شاء الله قلبنا معاكم قلبنا معاكم وتهلا ليا في تيليل. الله يبارك فيك. شكرا. الله مشيتي مسكينه مخلوعه حتى هي. ماتت وحده مسكينه تخبات ديالتك هذيك اللي ماتت حتى هي. ماتت وحده اخرى تخبات في بلاصه ديالكم نيت. لا لا الناس اللي قبل اللي مقابلين معنا والحمد لله. الحمد لله على لطف الله. اذا المشاهدين الكرام تنتمنى لكم عواش مبروكه. اليوم هو يوم عظيم وكبير عند الله. ندعيوا الله سبحانه وتعالى ان يفرج على جميع المكروبين وجميع المهمومين ومن السلطات ديال منطقه المعارف والمسؤولين انهم يجيو عند الناس عاجلا وليس باجل. حيث ممكن انها توقع كارثه في اي لحظه. الدار ممكن انها تطيح في اي لحظه. ما بغيناش نسمعوا شي كارثه اخرى. غتنسمعوا الدار مازال تترتق. الدار تقدر تطيح عند لا سعيده اللي كانت معنا. المراه الكبيره الفوق ما بغيناش توقع شي كارثه في هذه العواشر هذه. مشاهدينا الكرام الله يحيي الباس. الى اللقاء في بث اخر باذن الله.